هسه انا ما اعرف شنو السوداويه اللي ازعجت جنابك، لكن باللي تتفضل به الان حكومه الاطار التنسيقي قولتش عند الامريكان تحميهم من الفصائل وتحمي قواعدهم، هذا اللي جنابك تتفضل به. انا اقول لك انه حكومه الاطار التنسيقي تمسك العصا من الوسط تماما، تحافظ على وجود الندين الضدين النوعيين على الجغرافيا العراقيه، ويعني ليش الفصائل يعني الفصائل مو عراقيه لنفس المبدا. لا اكيد، لا منين قابل يونان اكيد عراقيين وجزء أكيد من عندها بالاطار التنسيقي عندهم وزراء. فبالنهايه هاي النقطه اللي كان يتحدث فيها يعني الاستاذ سلام الحسيني انه ما يصير نجمع. نعم، لو حكومه انتم لو مقاومه وحقيقه استاذ ابو ميثاق ماكو سوداوي، اكو حقيقه واحده. البارحه باللقاء اللي صار كشف عن الوجه الحقيقي للاطار التنسيقي المستعد لعمل اي شيء من اجل البقاء بالسلطه. نقطه رصده يعني انت لك يعني تصوراتك وتنظر من زاويتك الخاصه يا استاذ محمد. انا اقول انه واحده من مرتكزات حكومه الاطار التنسيقي هي العوده والالتفات دائما الى الخلف لتفقد البندقيه. هذا السلاح اللي حفظ هيبه وكرامه العراق، وهو عامل تقويه للمفاوض العراقي في كل لجان الفنيه التي تسعى الى الخلاص من التبعه الثقيله للقوات الامريكيه ووجودها على الجغرافيا العراقيه، دائما في حاجة إلى أن تكون هي الحامي وهي الرعاية الأبوية لهذا الجزء المهم اللي يوصف نفسه بفصائل المقاومة الإسلامية. هذا واجب الدولة أن تحميه وتهيئ له أسباب البقاء والاستدامة، لأنه هي اضطرت لأكثر من مرة إلى العودة إلى من أجل اللحاق ويعني اسعاف بقاء سيد المساري. هذا البلد لماذا هذا السلاح لم يكن ساندا يعني. لماذا لم يكن هذا السلاح ساندا للحكومة السابقة حكومة السيد الكاظمي؟ لا بل كان يستخدم ضدها ويقدر بالضبط، وكان يقدر الموقف الوطني آنذاك. لماذا لم يكن ساندا للحكومة السابقة؟ يعني السؤال الأصح أستاذ أبو ميثاق أنه هذا السلاح هو حامل الإطار التنسيقي، مو حامل الحكومة ولا مدافع عن العراق ولا عن العراقيين، هو حامي ومدافع عن كتلة سياسية معينة. وهذا هنا مو شغل، عذرا اعذرني، مو شغل دولة يعني مو شغل حكومة، هذا هاي شغل عصابات. يعني مو كتلة يعني آمنت بالله، هم إلك تبريراتك وهاي المفردات اللي الهابطة اللي جاي تستخدمها حضرتك. أنا ليش هابطة؟ أتعالى وأترفع عن تناولها يعني. ليش هابطة يا أستاذ أبو ميثاق؟ ليش تزعلون من الصح؟ ليش تزعلون من الصح؟ شنو الصح؟ تقدر تكرر لي هاي المفردة؟ تقدر تكرر لي أستاذ محمد هاي المفردة الأخيرة اللي قلتها أنت حضرتك الآن؟ طبعا طبعا أنا أمتلك الشجاعة وأنت تعرف كل شيء. هذا الأسلوب هو أسلوب عصابات، مو أسلوب حكومة. إي والله قول لي. إي أسلوب عصابات، مو أسلوب حكومة. يعني بنفس هذا الأسلوب أقول لك خسئت مرة وألف مرة، وكل من يتهم الجهد الجبار اللي تبذله فصائل المقاومة الإسلامية وتعضد الحكومة في بغداد هذا يخسى ويهبى ويهبى شاربة. هذا سلاح شريف قاتل وعاد بلد كان مولي أستاذ أبو ميثاق رايح هو عاد نابي يخسر هذا السلاح أستاذ أبو ميثاق وعليك وعلى كل الذوات المحترمة اللي تسمح لنفسها أن تخرج على الهواء وأمام العراقيين أن تحترم على أقل خيارات العراقيين. ما هذا خيار أستاذ أبو ميثاق يعني من أبناء الشعب يتلون. احنا ما جايين من المريخ استاذ محمد، استاذ ابو ميثاق عذرا يخسأ من يتلون وهذا خيارنا وعليك ان تحترمه، والا لا تدس علينا ولا تسمع من ادنى. استاذ ابو ميثاق استاذ يعني. ابو ميثاق انا قاعد اناقشك. نعم. ويخسأ عذرا يعني نعم. عطفا على ما تفضلت به، يخسأ من يتلون. نعم. بيوم بخطاب المقاومه ويوم ثاني بحضن الامريكان. انا رديت جاوبت وفق جواب حضرتك. انت جنابك اللي قاعد تتفضل انه حكومتنا حكومتنا هي اللي تصير وسيط بين الامريكان يا استاذ ابو ميثاق وبين فصائل المقاومه.